بأجمل وأرق تحية وحي مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. أهلا بكم. مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ستريتشكو كاتينيتش يدعو إلى إقامة معسكر تدريبي في أربيل استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا. كاتينيتش سبق وأن استدعى 35 لاعبا لتمثيل المنتخب في التصفيات المقرر استئنافها خلال شهر تشرين الثاني المقبل. هذا ومرت مرحلة إعداد كتيبة كاتينيتش بفترة صعبة بعد إلغاء منافسات دور الكرة الممتاز في الموسم الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، مما أدى إلى ابتعاد اللاعبين عن خوض التدريبات المعتادة. وفي ضوء استعداداته لتصفيات كأس العالم، سيلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري في لقاء ودي في الثامن من شهر أيلول المقبل في ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل، فيما سيلتقي مع منتخب عمان في الثالث من الشهر ذاته في مدينة مسقط. مشوار المنتخب الوطني في المباريات المتبقية للتصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم سيبدأ بلقائه مع منتخب هونغ كونغ في 13 من شهر تشرين الأول المقبل. وكان العراق قد فاز على هونغ كونغ بهدفين دون مقابل سجلهما مهند علي وعلي عدنان. وفي 12 من شهر تشرين الثاني المقبل سيستضيف المنتخب نظيره الكمبودي في مباراة مهمة أخرى. وكانت المباراة الأولى قد شهدت فوزا كبيرا للمنتخب الوطني على نظيره الكمبودي الذي لعب بين أرضه وجمهوره بأربعة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيل أهداف الفوز إبراهيم بايش، مهند علي وأمجد عطوان وأحمد إبراهيم. وفي 17 من شهر تشرين الثاني سيلتقي المنتخب مع مضيفي منتخب إيران في مباراة مصيرية ستحدد هوية البطل والوصيف اللذين سيشاركان في الدور الثالث الحاسم المؤهل للمونديال المتوقع انطلاقه في شهر آذار عام 2021، إلى جانب حجزهما بطاقة العبور إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم. المنتخب الوطني أعزائي المشاهدين على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم في حال استمرار تفوقه في المجموعة التي يتصدرها، فيما يحتل منتخب البحرين المرتبة الثانية وإيران ثالثا. وإذا نجح في التأهل فستكون مشاركته الثانية في المونديال بعد تأهل العراق لنهائيات كأس العالم في المكسيك عام 86، والتي سجل فيها نجم الكرة العراقي الراحل أحمد راضي الهدف الوحيد للمنتخب في مرمى الحارس البلجيكي الشهير ماري جان فاف. هذه المباراة التي خلدها التاريخ وتاريخ النجم الراحل أحمد راضي رحمه الله. وللحديث عن هذا الموضوع استضيف من أربيل اللاعب الدولي السابق والمدير الإداري للمنتخب الأولمبي الكابتن مهدي كريم. كابتن مهدي، أهلا ومرحبا بك في استوديو الرياضة، وأهنيك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة ذكرى الفوز بكأس آسيا عام 2007. تحياتي لك حبيب أستاذ حسام، وتحياتي لجميع متابعيك ومشاهدي استوديو الرياضة، وأيضا كل عام بخير والشعب العراقي بخير أيضا. وأنت بألف خير. كابتن مهدي، مثل ما تابعنا أنه المدرب ستريتشكو كاتينيتش اقترح إقامة معسكر المنتخب في أربيل خلال الأيام المقبلة بعد ما تعذر إقامة مثل هذا المعسكر في تركيا أو في مكان آخر بسبب الظروف السائدة في كل مكان بالعالم بسبب فيروس كورونا. شلون نشوف الأجواء بالقرب منك في أربيل عاصمة العراق الصيفية؟ حقيقة أستاذ حسام، مثل ما تعرف يعني الوضع صعب جدا، يعني مثل ما يعرف الشارع الرياضي والمتابع الرياضي أنه توقف الرياضة بصورة عامة وتوقف الدوري العراقي وأيضا منافسات الدوري العراقي وإلغاء الدوري العراقي، وأيضا يمكن أنه إذا أريد نرجع للخلف
نشاهد أن اللاعبين من شهر الواحد إلى يومنا هذا لم يخوض مباراة رسمية مع سواء كان مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطني، فهذا موضوع صعب جدا بالنسبة للكادر التدريبي. حتى إذا كانت إقامة معسكر تدريبي في أربيل يمكن الفترة قريبة جدا للمنافسات والمباريات الرسمية لمنتخبنا الوطني، يمكن باقي شهرين بالضبط، شهرين على أول مباراة للمنتخب الوطني الرسمية. أتصور راح يكون صعوبة على تجمع اللاعبين، على أعداد اللاعبين، على تهيئة اللاعبين، خاصة أنه راح يكون بداية الدوري العراقي وأيضا مشاركة نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا. تعرف أنه نادي الشرطة تمام الشهر القادم عنده أربع مباريات بشهر في ظرف 10 أيام تمام، يعني 14 شهر أيلول و17 شهر أيلول و20 و24، في أربع مباريات راح يكونون جميع لاعبي نادي الشرطة بعيدين عن المنتخب الوطني. أيضا أنه اللاعبين يمكن المحترفين بعيدين لحد هذه اللحظة. أتمنى أنه كمتابع وكرياضي أنه يكون أعداد الفريق بصورة مثالية وتجمع اللاعبين بصورة مثالية. الوضع هنا في أربيل وضع يعني مثالي، وضع مستقر، لكن ننتظر أنه خلية الأزمة وكيف أنه سوف يسمح للفريق التجمع في أربيل. تعرف الآن هذه الجائحة هي اللي أبعدت أو يعني أوقفت جميع النشاطات تمام، سواء كانت شلة الحركة الرياضية أو غير الرياضية، شلة النشاط الرياضي في العراق نعم وفي كل صعبة مكان. صعبة جدا. طيب كابتن جداً. كابتن مهدي، أتمنى أنه نتوفق إن شاء الله. أنت بخبرتك كمدير المنتخب الأولمبي وخبرتك كنجم دولي سابق أيضا عشت مثل هذه الظروف، يعني الظروف الصعبة اللي مر بها العراق على طول، ما شاء الله، والعراق ما يعني ما سلم من هذه الظروف ولا تهنى هو جمهوره المنتخب الوطني في يوم ما. شلون نشوف تشكيلة المنتخب اللي استدعاها كتنج في ظل الظروف الحالية؟ هل تعتقد أنه يعني هذه المرة يجب أن يعتمد على المحترفين اللي هم في أتم جاهزية، قسم منهم اللي دورياتهم مستمرة؟ بالحقيقة أستاذ حسام حبيبي، إذا نرجع على الظروف المشابهة اللي نمر بها حاليا، حقيقة ما مرينا بهذا الظرف صراحة، لأنه توقف 7 إلى 8 أشهر صحيح بدون نشاط رياضي هذا صعب جدا. يمكن احنا إذا يحصل توقف أو ظرف طارئ لمدة شهر أو شهرين ويرجع الوضع طبيعي، لكن هذا الوضع الحالي وضع صعب جدا، خاصة أنه أيضا الدول الأخرى لم تستقبل المنتخب الوطني العراقي لإقامة معسكرات تدريبية، سواء كان في تركيا اللي مثل ما طلب الكادر التدريبي، أو أيضا أنه في المنطقة الخليج العربي، سواء كان دائما ما تكون معسكراتنا في الدوحة أو في الإمارات. أيضا هذه صعب جدا أنه الدول الأخرى تستقبل المنتخب العراقي، لكن راح يعمل بالظرف الموجود بالوضع الحالي اللي موجود. أفضل مثال أو أفضل مكان مثالي للإعداد الفريق أو تجمع الفريق هو راح يكون في أربيل. أما أنه يعني اعتماد الكادر التدريبي، صعب جدا الآن أنه أقرر أنه اعتماد الكادر التدريبي على اللاعبين المحليين أو اللاعبين المحترفين. نعم أنه يمكن نوعا ما اللاعبين المحترفين أنه راح يكونون جاهزين، لكن مثل ما تعرف أنه ما عندنا لاعبين محترفين كثيرين صحيح. يمكن عندنا في 3 أو 4 لاعبين نعم الخيارات محدودة، 4 لاعبين محترفين اللي هو علي عدنان وصفاء هادي وبشار، يمكن همام يمكن متوقف الدوري من فترة طويلة. أما اللاعبين المغتربين فهو تم إبعادهم يعني من قبل الكادر التدريبي. وأيضا أنه كمشاهد أو كمتابع لم أعرف أو لم أشاهد مستوياتهم لحد هذه اللحظة. أما أنه على عدنان وصفاء وبشار أنه واضحة للشارع الرياضي مستوياتهم وما يقدمون في الدوريات اللي هم محترفين بها. أما عن اللاعبين المحليين فصراحة شهرين غير كافية لإعداد الفريق في للدخول في المنافسات تصفيات كأس العالم والعبور إلى المرحلة الثانية. اللي هو أملنا كبير إنه هذا الفريق إنه يوصل للمرحلة الثانية، يوصل لتصفيات لنهاية كأس العالم. وأتمنى إنه هذا الفريق يوصل لنهاية كأس العالم أو تحقيق لقب كأس آسيا، حتى احنا يرفع الضغط عن المنتخب العراقي 2007 اللي الآن الحملة الكبيرة على هذا الجيل
جيل الصدفة الآن يسمونه، جيل أخذ البطولة بالصدفة. اليوم أنت من تغلب استراليا وكوريا والسعودية، هل هي هذه صدفة؟ لا أنت مو صدفة. عتب كبير على الناس اللي. لا كابتن مهدي أنت مو جيل صدفة، أنت جيل ترك بصمته في تاريخ الرياضة والكرة العراقية وفي تاريخ العراق. أنتوا حققتوا إنجاز في ظل ظروف جدا صعبة إحنا عشناها وشفناها وتابعناكم ورافقناكم في العديد من المحطات. اللي حققتوه أنتوا إنجاز يشار إلى بالبنان. وتستحقون النصب اللي حسام اللي نعم صار نعم لكم أشاركك ملعب يم ملعب الشعب. أي أشاركك الرأي، لكن إنه جمهورنا وشعبنا فرحان بهذا الإنجاز، لكن البعض هذا الإنجاز غايضهم بسبب إنه الأجيال السابقة. أتمنى إنه هذا الجيل إنه يحصل على لقب كأس آسيا أو الوصول إلى كأس العالم حتى يرفع الضغط على جيل 2007. لا يمنع لا يمنع اللي الآن الحملة الكبيرة بغض النظر عن هذا الموضوع على هذا الجيل. نعم أنتم نعم تستاهلون هناك والعراق يستاهل الجمهور يستاهل اللاعبين اللي عليهم اللي نعم وياك سيد حسام إذا كان بعض العلامة الاستفهام على بعض اللاعبين فما تشمل جيل كامل. لا طبعا جيل تعب على نفسه، جيل يحمل من الثقافة، يحمل من أكيد. الفكر، يحمل من الحب للبلد. كابتن مهدي كل ما انت ذكرت انه البعض يعني قلت البعض مو الكل نعم. فالأكثرية يعني تأخذ بنظر الاعتبار ما حققته، ويعني هذا انجاز كبير للكرة العراقية واجا في ظرف هي الوقت اللي اجا به انه بلد في حالة احتراب مستمر، يتوقف كل شيء وتتوجه البنادق إلى السماء لترمي احتفالا هذه المرة وليس اقتتالا. هذا هو الشيء الكبير اللي وحد العراقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. خلي أروح على المنتخب الأولمبي اللي أنت حضرتك يعني مدير إداري إله، وإحنا فرحنا بوجودك ويا، وبصراحة نفرح أنه كل النجوم يأخذون دورهم في هذه المحطات المهمة. ماذا عن المنتخب الآن؟ متوقف، ما لا توجد مشاركات، لا توجد دعوة، لا توجد هذا الموقف العام يعني. بالتأكيد يعني تعرف يمكن تم تسميتي يعني من العام الماضي مع المنتخب الأولمبي. نعم شاركنا في التصفيات كأس آسيا اللي تحت 23 اللي كانت هي التصفيات اللي كانت أو النهائيات اللي كانت في تايلاند، وخرجنا من الدور الأول في 3 تعادلات. الآن بعد خروجنا من المباراة مباشرة صار اللي الوباء أو الجائحة اللي موجودة حاليا، نعم. توقف جميع النشاطات. أيضا تعرف الكادر التدريبي اللي هو كابتن عبد الغني شهد وكابتن عباس وكابتن حيدر وكابتن كريم، نعم. أنه كان عقدهم ينتهي بشهر الرابع، فتمت مفاتحة من قبل نادي الشرطة، وأيضا قدموا الاستقالة من الكادر من المنتخب الوطني الأولمبي أو المنتخب الأولمبي. تعرف إنه شهر رابع هو أوريدي انتهى عقودهم، تمت يعني أو يعني وقعوا عقود مع نادي الشرطة. الآن إنه فراغ فني، فراغ تدريبي مع المنتخب الأولمبي. نعم فقط الكوادر الإدارية اللي موجودة، طيب. سواء كان مدير فريق أو الإداريين أو الكادر الطبي الحالي اللي موجود، أما الفني غير موجود لحد الآن. يمكن الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع على تسمية كادر تدريبي، وهناك أسماء مطروحة على طاولة الهيئة التطبيعية لتسميتهم للمنتخب الأولمبي، لكن بعد المشاركة للمنتخب الأولمبي صار تريث في تسمية الكادر التدريبي، لكن وأيضا انشغال الهيئة التطبيعية في النظام الأساسي والنظام الداخلي. نسولف على هذا الموضوع اتحاد كرة القدم كابتن مهدي، بس خلي نروح الفاصل وبعدها نكمل انشغالهم. وأيضا نسولف على المنتخب الأولمبي إن شاء الله بعد الفاصل بشكل مستفيض. إذا خلي نروح أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار في هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد والجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم من جديد.
واصل فريق يوفنتوس هيمنته على الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه باللقب هذا العام قبل مرحلتين من نهايته، فيما ضمنت فرق انتر ميلان وأتلانتا ولاتزيو التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليزدل الستار على الموسم بعد الإشكالات التي تسبب بها فيروس كورونا وأدت إلى تأجيل الدوري أكثر من 3 أشهر. توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري للمرة 9 على التوالي و36 في تاريخه، جاء ذلك بعد مستوى غير ثابت خاصة في المراحل الأخيرة من الدوري، إذ خسر 3 مرات في آخر 4 مباريات، كما أحرز مهاجم يوفنتوس ديبالا أفضل لاعب في الدوري. فريق انتر ميلان حسم وصافة الدوري الإيطالي بعد فوزه الأخير على مطارده أتلانتا الذي حل ثالثا في الترتيب، وأسهم مدرب الانتر كونتي في عودة تألق فريقه بعد تراجع مستواه في المواسم الأخيرة. أما فريق لاتزيو فقد تألق في بعض فترات الموسم ونافس بقوة المتصدر يوفنتوس، لكن لم يستطع الحفاظ على مستواه ومواصلة المنافسة وتراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي لفرق الدوري الإيطالي. فريق روما أعزائي المشاهدين ضمن المشاركة في الدوري الأوروبي بعد إحرازه المركز الخامس برفقة فريق ميلان السادس الذي تألق في المراحل الأخيرة من الدوري بقيادة نجمه السعودي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش. لقب هداف الدوري أعزائي المشاهدين حسمه مهاجم لاتزيو الدولي تشيرو إيموبيلي الذي دخل التاريخ بعد أن أصبح أفضل هداف بتسجيله 36 هدفا في موسم واحد، على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغوين الذي سجل نفس عدد الأهداف في موسم 2015. وفي آخر مرحلة من الدوري الإيطالي أفسد روما تتويج يوفنتوس بعد أن تغلب عليه 3 أهداف مقابل هدف، وأقيمت بعد المباراة مراسم تسليم الكأس في ملعب أليانزا ستاديوم أمام مدرجات خالية من الجماهير، فوز فقد نكهته بغياب الجمهور. الفريق الملقب بالسيدة العجوز لم يزل شابا بعد تتويجه باللقب 9 تواليا، فوز أحبط الفرق الإيطالية الأخرى المنافسة التي لم تستطع مجاراته طوال عقد كامل، وسط تقارير تشير إلى أن الاتحاد الإيطالي يدرس تغيير قوانين الكالسيو للحد من سيطرة يوفنتوس. من جديد أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي من أربيل النجم الدولي السابق مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب الأولمبي. كابتن مهدي شوية ناخذك من أربيل نوديك لإيطاليا جولة هيجي سريعة. خلي نسألك على تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي. تغيير جو. أي تغيير جو نعم. شلون تقيم تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي مثل ما تابعنا قبل قليل؟ أكيد يعني الكل يعرف إنه يوفنتوس بالمواسم الماضية هو اللي مهيمن على الدوري الإيطالي، يمكن هذا اللقب 9 على التوالي، فأكيد يعني بالنسبة للإدارة أو لبعض اللاعبين اللي حصلوا على اللقب مع اليوفي شيء طبيعي بالنسبة لهم، أما اللاعبين الجدد خاصة إنه من موسمين كريستيانو رونالدو إنه حصل على لقبين أيضا مع اليوفي، فأيضا إنه اليوفي هو اللي مهيمن يعني صراحة، يعني حتى يمكن أفقد حلاوة الدوري الإيطالي بالفترة الأخيرة. هو المنافس الوحيد، تعرف إنه ميلان وأيسي وروما دائما ما يكونون بعيدين عن المنافسة، يمكن باستثناء روما يعني بالمواسم الماضية كان منافس قوي لليوفي، لكن إنه بالأدوار الأخيرة يفقد المنافسة وأيضا يفقد روح المنافسة مع في الدوري الإيطالي. أما أنه فاليوفي فهو فقط يعني يحتاج أنه يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا على ضوء المستويات اللي قدمها في الدوري الإيطالي. ورأيك بفوز لاعب يوفنتوس ديبالا بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإيطالي وتفوق على كريستيانو رونالدو؟ والله يعني كان يعني اللقب كان مفاجئ بالنسبة لديبالا، لأن أغلب المباريات كان ما يلعبها، يمكن أنه أكثر مباريات لعبها كريستيانو رونالدو أكثر مباريات لعب، وأيضا هو هداف الفريق. أتصور أنه أيضا لاعبين في نابولي كان يمكن مستوياتهم أفضل من ديبالا هذا الموسم، خاصة هذا الموسم ليس على المواسم السابقة، لكن قياسا على هذا الموسم يعني كانت الجائزة كانت مفاجئة بالنسبة يعني للمتابعين وأيضا لمحبي يوفنتوس. طيب أعود كابتن مهدي للمنتخب الأولمبي، شلون شفت التجربة السابقة؟ هل أنت مع اتجاه النجوم للعمل في التدريب لو بالإدارة؟
بالنسبة لي يمكن تعرف أستاذ حسام يعني بعد اعتزالي وتصريحي بالقنوات يمكن بعد الاعتزال، نعم صرحت أنه راح يكون المجال الفني أقرب لمهدي كريم، لكن أنه نعم اشتغلت مع أكاديمية إسبانيول فنيا يعني كنت مدرب في أكاديمية إسبانيول في بغداد اللي انفتحت، لكن في صراحة يعني التدريب خاصة في العراق يعني التدريب صعب جدا، لأن الكل الأندية وأيضا الجماهير فقط تبحث على نتائج الفريق وليس تبحث على تطور الفريق. الآن إنه إذا شاهدنا يمكن في كل موسم تتم إقالة أكثر من 10 مدربين من الأندية، هذا صعب جدا يعني إنه تعمل في المجال الفني. يمكن المجال الإداري أهون من المجال الفني، لكن أيضا هناك يعني صراحة أستاذ حسام صعوبة العمل في المجال الإداري على ما شاهدته وعلى ما عملت عليه بالفترة الماضية. للأمانة أحس نفسي ليس فقط مدير فريق وإنما معقب على معاملات يعني صراحة. هو على ذكر هاي الصعوبات على ذكر الصعوبات يعني بعد باختصار إيش كانت تعتري تجربتك السابقة؟ هل كانت سهلة أم صعبة مثل ما يعني حقيقة كانت صعبة جدا. تعرف سابقا كانت إنه الأمور الإدارية يعني خاصة إنه الموضوع المالي خاصة بعد إنه إصدار قائمة الأمر الإداري كان سابقا اللجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية هي اللي تصرف المبالغ المالية للمنتخب الوطني الأولمبي أو الوطني، لكن الآن حقيقة اختلف الوضع بعد إصدار الأمر الإداري، تتجه إلى وزارة الشباب إلى لجنة قرار 140، وهناك معاملات صعبة جدا، لكن مشكورين الإخوان الموظفين في سواء كان في المالية أو في القانونية أو أستاذ شاكر، أو حقيقة عندما أكون أنا متواجد يسهلوا لي الأمور بحكم أنه مهدي كريم هو اللي يراجع على المعاملة. سابقا ايضا كانت انه اول عصام الديوان طلب انه فقط اعضاء الاتحاد هم اللي يراجعون وليس مدير الفريق، لكن انه اعضاء الاتحاد انه يقولون انه مهدي كريم حتى تسهل الامور للوفد الاولمبي، ونعم تسهلت كثير من الامور من المراجعات، لكن انا في وجهه نظري كانت صعبه جدا بالنسبه لي، لان حسيتها انه دا اعقب على معامله وليس انه على امر اداري للمنتخب الاولمبي. نتمنى الامور تتغير، ومثل ما الجمهور يعرفك نجم خلوق ولاعب مميز قدمت الكثير للكرة العراقية، يعني نتمنى أن تكسبك المنتخبات إداريا ناجحا ومميزا. كابتن مهدي سعيد بلقائك اليوم في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات مقبلة. سعيد جدا متواجد معك أستاذ حسام، وأيضا لجميع متابعيك ومشاهديك، وأتمنى أنه الشهر القادم أنه يكون تأهل المنتخب الوطني للمرحلة النهائية لنهاية كأس العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا. هذا كل ما لدينا أعزائي المشاهدين في حلقة هذه الأسبوع، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج منير الشمالي، المنفذ محمد حسين، هاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني، ومني حسام حسن أجمل تحية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.